نتجه الآن إلى المتسابقة التي تليه وهي من سريلانكا المتسابقة هاجر إسماعيل، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي هاجر إسماعيل، عمري 6 سنوات، أنا من سريلانكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما إذن كانت هذه المتسابقة هاجر إسماعيل من سريلانكا. كلمتكم شيخنا لهاجر. والله يا سيدي لما سمعت أنه 6 سنوات يعني أمسكت القلم وتهيأت لكتابة الملاحظات، يعني بارك الله فيها وفي من علمها وفي أهلها، فتهيأت ما كتبت شيئا ما شاء الله. يعني سمعت لما قالت فلا تقهر، أيوة. شوف تا مرققة، تاقو القاف مفخمة، ها مرققة، هر الراء مفخمة، هذا اللي نحن بنسميه تخليص الحروف، تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخمة. ومن سيدك أنا لما كان عمري 6 سنين والله ما بعرف أقرأ بهذه الطريقة، ونحن عرب ولاد عرب، شايف يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر، الحمد لله على فضل الله. ما عندي ملاحظة على بنتنا ما شاء الله. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك وعلى أهلك وعلى من علمك، بارك الله فيك وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك ابنتنا هاجر إسماعيل من سريلانكا لهذه القراءة المميزة، ما شاء الله تبارك الله.